جايالك يا بنت في موضوع مهم. انا جايالك يا وفاء في موضوع مهم جدا. انا بنتك يا اعتماد يا ماما. بصي يا امال. ماشي يا ماما، مش مهم الاسامي، ايه الموضوع المهم اللي انتي جاياني عشانه؟ هو انا ما ينفعش اجيلك من غير سبب؟ لازم اجيلك ويكون في موضوع مهم. ماما انت تيجي تنورينا في اي وقت. طب روحي هاتيلي كوبايه ميه. حاضر يا ماما. اتفضلي الميه يا ماما. ايه ده، انت مين؟ انا بنتك اعتماد يا ماما. انت خدي تعالي عشان عايزاكي في موضوع مهم. حاضر يا ماما. ايه خير يا ماما؟ ايه ده، هي بناتك فين؟ هما مش عايزين يجوا يسلموا عليا ولا ايه؟ لا طبعا هيجوا يسلموا عليكي يا حبيبتي. يا بنات يا بنات، تعالوا سلموا على تيتا. اهلا يا تيتا. اهلا حبيبي تيتا، خدي الفلوس دي جيبي حاجة حلوة انتي واخواتك. ايه دي يا تيتا؟ دي 10 سم يا حبيبتي، خديها انتي واخواتك هاتي بيها حاجة حلوة. يا ماما العشرة سم دي انتهت من زمان. ايه انتهت؟ هي في فلوس بتنتهي؟ روحي يا بنت عند البقال واشتري اللي انت عايزاه انت واخواتك، ولو مرضاش تعالي هنا وانا هنزل اعمل فيه محضر زي ما عملت محضر في البقال اللي تحت البيت بتاعنا. يا خبر يا ماما، انت عملتي محضر في البقال عشان مرضاش ياخد منك العشرة سهم؟ امال ايه، ومن ساعتها هنزل كل يوم اديله العشرة سهم واجيب اللي انا عايزاه واروح. خلاص يا حبيبه، روحي كملي مذاكرتك يا حبيبتي. حاضر يا ماما. ازيك يا تيتا؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا جميله؟ روحي، ده انا قلت لاختك تنزل تجيب لك حاجه حلوه، روحي خدي منها. انا هروح احضر الغدا يا ماما عشان نتغدى مع بعض. ماشي يا حبيبتي روحي. ايه ده، ايه اللي في الارض ده، ايه اللي بيلمع ده؟ اهلا يا تيتا، وحشتيني قوي. اهلا حبيبي تيتا. تعالي يا بنت تعالي شوفي ايه اللي في الارض اللي بيلمع ده. فين يا تيتا؟ مفيش حاجة اهو. ده نص جنيه يا تيتا. يا خبر، نص جنيه بحاله مرمي كده على الارض. عادي عادي يا تيتا، ده نص جنيه. نص جنيه يعني 50 قرش. 50 قرش. ايه يا تيتا مالك بتقولي 50 قرش؟ هتقوليها نص جنيه. يا خبر، انتي مش عارفة يعني ايه النص جنيه ده؟ ده 50 قرش. مالك يا تيتا مكبرة الموضوع ليه كده؟ هو النص جنيه ده بيجيب حاجة؟ انتي عارفة ال50 قرش دي كنت بعمل بيها ايه؟ كنت انزل اجيب فراخ واجيب خضار واجيب لحمة وارجع ويتبقى معايا باقي. حد يعمل في الفلوس كده 50 قرش تترمى في الارض؟ انتوا ناس مستهترة ما تعرفوش قيمة القرش. ايه مالك يا ماما بتزعقي ليه؟ تعالي شوفي بنتك بتتكلم ازاي على النص جنيه.
تجيبش حاجة. 50 قرش 50 قرش ما تجيبش حاجة. خلاص يا ماما ما تزعليش نفسك، عيلة صغيرة لسه مش فاهمة حاجة. روحي انتي يا حبيبة كملي مذاكرتك. هاتي يا بنتي 50 قرش قبل ما تمشي بدل ما تضيعي في حاجات ملهاش لازمة. خدي يا بنت 50 قرش دول ينفعوكي في حاجة رمضان، يبقى بيجيهم بيهم حاجة رمضان ويتبقى برضو معاكي زيادة. هجيب حاجة رمضان بنص جنيه ده 50 قرش. ايه بنت انتي نمتي ولا ايه؟ على مستهترة ما تعرفش قيمة الفلوس. ده 50 قرش. بنت انتي وهي اعملوا لايك وسبسكرايب، انتوا قاعدين كده بتتفرجوا علينا من اول الحلقة ومش بتعملوا لايك وسبسكرايب. يلا اعملوا يا حلوين عشان افرح فيكو. ايوه كده كده احبكو. واللي هتعمل اشتراك ولايك هديها نص جنيه. 50 قرش 50 قرش.